يلاه جيت جبت إسراء تعوم، راه هي كتعوم لهي تبارك الله ما شاء الله، واحد الجو اللي هو غزال وبارد، والماء ديال الشريبات باش بزاف هاد الماء ماشي بحال ديال لابيس، هاد الماء زوين ديال بارد تقدري تشربي منه العوينه. عرفتي البلاد إسراء عجبها الحال بزاف، انا عاوتاني احسن من البحر. البحر واخا قداك ماشي المهم ماشي بحال هذا، هذا ما مالحش ديال الشريب وبارد. دابا ان شاء الله نشارك معكم دابا خاصني يلاه برك وإزراء زيدي باش تعومي. سمحوا لي البنات كنوقف حتى كيدوزوا الناس وكنعاود نهضر معاكم. انا المهم دابا راني باركه هنا وإسراء هي كتعوم، واحد عرفتي هو حتى انا سرت تكسي دابا تشوفوني ان شاء الله واحد الجو زوين. و هاد البلاصه البنات كلها اللي غنشارك معكم ان شاء الله سميتها زاويه الشيخ، وهذا واحد المنتزه كاين إسراء واحد. ها هي الدنيا الحقيقيه، شو بركي نوضي اجي عندك وخايفه لي تدوري التليفون. هذه هي الام المغربيه كتخرج بركي ديري إسراء 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 والو، هذه هي خصكم دنيا بركي انتي نوضي انتي، هذه غير عندي وحده وعندي جوج ولا ثلاثه كل مشكله. المهم البنات انتم ان شاء الله معايا في هذا الفيديو ان شاء الله غادي يكون زوين كما قلت لكم، وغادي يكون عفوي على طبيعته. راه تغدينا راه شفت معكم الغدا، دابا راه غير مورا الغدا، مورا الغدا دابا ان شاء الله غادي جينا لهنايا باش نعوم إسراء وداك الشيء، وعاونوا نتحركوا نطلعوا للفوق ونشوفوا لكن شي بلايص ثاني تبيع ونعاود ثاني. يلاه انتم معايا صافي بقاو معايا. إسراء قولي السلام، سلام قولي السلام، كي دايرين؟ دخلوا دخلوا عمي عمي هودي عومي هودي، كاين واحد الشلال هنايا ادخلي باتي غادخلي عومي. عومي سيري 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 عومي لهي، يا راه تخشاي تخشاي تخشاي، يلا بركي سيري لهي سيري مزيان مزيان سيري سيري لهي. صافي سيري مزيان. المهم صحباتي انا كنضحكوا عليا كنقول إسراء تدخلي تخشاي عومي. الصراحه البنات ملي كنجيبها شي بلاصه كنبغي البنات تستغل اي لحظه، راكم عارفين البنات لان كما كنقول لكم ديما مثلا اللحظه اللي كدوز راه ما كتعاودش تجي بحالها، والفرصه اللي كتجيك راه ما كتعاودش تجيك بحالها. فقلت ما حد جبتها هنايا تستغل هذا الوقت هكا تلعب تفوج، لان بنتي بحالي حتى انا ما كنخرجش بزاف، فقلت فرصه مناسبه هكا جبت لها هاد البلاصه زوينه البنات كيعوموا البنات فيها، وهاد المراه زوين للشريب وكيجيو الناس من جميع انحاء المغرب كيجيو لهاد البلاصه هذه بالضبط. وجعلنا من الماء كل شيء حي، صراحه هاد الجمله عجبتني وقلت نشاركها معكم ومع البنات، لان هنا كما غتعرفوا كاين البنات واحد العوينه تبارك الله ما شاء الله مباركه غادي نوريها لكم هكا، وكيشربوا منها الناس. وواحد واحد 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 اللقطه عجبتني بزاف جات عفويه، واحد السيد مسكين ما كنعرفو ما كيعرفني مسكين، كنت ناويه نمشي نشرب بحال كنت كنلقاه فوق راسي سبحان الله كيقول لي عطيني شريبه بنتي. زعما شنو نقول لكم، جا واحد الاحساس جاني زوين ما عرفتش علاش، ما بغيت نوصلو لكم، ولكن انا كما قلت لكم اختكم دنيا ماشي ناشفه المشاعر لا، ما كنعرفش خضره هي، انا البنات راه حنينه وكنبغي نهضر ونبغي نوصل الانسان شنو انا باغا شنو كنحسو هذا، ولكن ما كنعرفش نهضر وشحال من مره شحال من مره بزاف الناس اللي فهموني غلط. المهم هذه هي هذه الجمله هذه عجبتني في الايه في القران كاينه وجعلنا من البنات هذه البليصه سبحان الله سبحان الله خاصه سميتو خاصه بالشريب، زعما كيشربوا منها الناس نقيه، دابا ديك البلاصه كيعوموا فيها الناس وهذه البلاصه خاصه بحال دابا هاد البلاصه فين كاينه إسراء هانتوما خاصه غير بالعومه وداك الشيء، وتا هي رقي، ولكن هاد البلاصه زوينه كل الشريب كيشربوا منها الناس سبحان الله زوينه، فيها كيحطوا الغراف دابا نوريكم ان شاء الله كيحطوا فيها الغراف اللي بغى اللي جا هكا كيشرب وكيمشي، ودايره البنات بحال الماء ديال سيدي علي سبحان الله نفس المذاق ديال سيدي علي. هاد البلاصه كنتسنى إسراء تجي باش نوريكم اللي تبغي سميتو، زعما انا بغات تشرب باش نوريكم اللي تاخذ الماء هانتوما، وهنا دايرين الغرارف شفتوهم هاهم الغريفات ديال الماء اللي بغات تشرب هكا ولا شي حاجه سبحان الله دايرهم هنايا، وهذا الماء الصراحه زويون غادي ناخذ نشربها البنات. هانتوما البنات
واحد الغريره فان شاء الله كنهديه لكم كامل. عرفتي قال لك فيها البنات الماء البركه، قال لك بعد ديال البحال ديال سيدي علي. اسراء اجي هكا باغا تشربي، اجي تشربي. كي جاك اسراء زويون، كي جاك هضره الماء ديال العين. عرفتي هذا اسراء، هذا راه ماشي بحال اللي عمتي فيه دابا، هذا خاص بلاتي، هذا خاص هذا. لبسي صندالتك ويلاه نمشيو بعدا. باغا تعومي مازال؟ يلاه واخا، يلاه سير، يلاه سير، باي باي. سير اختي عمي، يلاه سير، يلاه جري. صافي هنا صحباتي كيما شفتوا هنا كل ساعه كنمشي نشرب من داك الماء. تبقيت هذيك العوينه عجبتني، سبحان الله البنات بحال راه مديوره في الثلاجه. عجبني الحال اخواتاتي هكا برك الصراحه، دوزت واحد النهير اللي هو زويون. هانتوما كل ساعه كنشرب، المهم عجبني، عجبني الحال بزاف بزاف، ودوزت النهار زوين بزاف. الماء البنات عاوتاني اللي كتشوفوه هنا راه نقي وزوين، كيجي من واحد العوينه، العوينه الصراحه ديال زاويه الشيخ معروفه بحال هكا. وهنا اسراء صافي راه كتعوم، وعرفتي البنات واحد الماء راه بارد، راه قلت لكم في لا فيديو راه بارد، راه عرفتي هو حتى البنات انا صافي تكونساو ليا العروقه بحال الكلاكاج، كلاكاج وقف ليا رجليا. صعيبه البنات انا الصراحه، هو الماء بحال ثلاجه شويه، عرفتي راه فوق من الدار، راه متلج ديال بصح، نيت نيت متلج متلج. صافي صحباتي هنا كيما شفتو خليت اسراء حتى عامت مزيان الصراحه، هكا بغيتها باش تشبع بحال هكا، باش ماشي ملي نمشيو نبركو تقول ثاني بغيت نعوم ولا شي حاجه. المهم باش خليتها حتى عامت مزيان وصافي، وجينا هنا كنضربو دويره في هذه البلاصه. هذا هو اللي كنت شارك معكم هذه يومين الفيديو الاول والثاني، هذا راه الثالث. المهم هذه البنات راه واحد البلاصه زوينه كيما قلت لكم، كاينه في زاويه الشيخ، واعره بزاف زوينه، واحد المنظر اللي هو زوين. وبزاف ديال البنات اللي كيسولوني دنيا على هذا الساك، دنيا دنيا، لان راه شاركت معكم ملي كنت اصلا جايه لهنا، ملي كنت مسافره من كازا. هذا البنت راه هو اللي عطاتني صاحبتي صوفي اللي كانت صطات لي مسكينه كادو هذا الساك هذا، لان بزاف البنات اللي قالوا دنيا هذا الساك ما عمرنا شفناه عندك، واش يلاه شريتيه؟ لا البنات هذا راه كان جابته لي صاحبتي صوفيا، البنات اللي كيتفرجوا في الفيديوهات ديالي القدام غادي يعرفوا انها كانت جابته ليا. هنا البنات راه واحد السيد مسكين الله يجازيه بالخير كيورينا بحال هكا، انا اللي سولته مول هذا الشيء، قال لي كيقول لي زعما هذه البلاصه شنو هي وهذه البلاصه شنو هي، الله يجازيه بالخير. وراه في الفيديو راه شفتوه في الفيديوهات الاولين، شفتوا البنات ديك جوج بلايصات اللي كينبركوا فيهم شحال زوينين وباردين. كما قلت لكم كتكرا وحده ب 600 وحده ب 400 على حسب واش كبيره ولا صغيره. صافي هنا اسراء حنا هكا غادي نهودو ان شاء الله باش نخرج باش نوريكم هذه البلاصه بالضبط فين كاينه اللي بغى يجي ليها. المهم البنات هي ملي هودنا هذه هي البلاصه، شفتوا كيفاش دايره هاد البلايصه البنات؟ راه شاركت معكم في الفيديو الاول، شاركت معكم البلايصه كل اللي كيتكراو. هذا البنات واحد هذيك البلاصه اللي كتشوفوا ديال الخشب، راه هذيك قهوه كيصايبوا لك طاجين. ها نتوما كيمشوا الطواجن، الصراحه كان قال لي الدري صوريهم ونسيت ما نطش نصورهم. المهم البنات كاين بزاف الحوايج اللي هما زوينين، وها هما دابا العشيه الخمسة د العشيه بداو كيسقيو، لان كيجيو الناس كيديروا بحال هكا هنا الكوتي اللي كيتعشاو، وخصوصا البنات الناس اللي بحال هكا اللي قرابين اللي ساكنين بالضبط زاويه الشيخ، كتجيهم ساهله القضيه بالزربه، ماشي بحال الناس اللي ساكنين في خنيفره وداك الشيء اللي كيجيو شويه كيت المهم مشقه السفر كتجي شويه صعيبه. اش كنت بغيت نقول لكم مازال شي حاجه؟ والله البنات الا دابا هاد الايام دوزتها زوينه بزاف، وان فوا كنتخيراتي غنرجع لكم ثاني. المهم راكم عارفين اش وقع ليا، صافي كنحس بقلبي كيتقبض عليا. نتمنى منكم واحد الدعاء ديال الخير، انا ربي فاجيها عليا ثاني البنات بشي سكينه اسرع وقت. الله يجازيكم بخير من الدعوه معايا، ماشي كنتشكي عليكم اولا كنقول لكم ما عنديش اولا هذا، ولكن البنات فعلا والله ما كرهت حتى انا نكري شي دويره ونتهنى، ولكن الغالب الله حاليا حاليا انا ما مستعداش. اللي كنجيكم الصراحه كما كنبغيش نخزن عليكم، هي كي اللي غايقول لك الشكوى هذا فانا غادي نهضر، واللي بغى يقول شي حاجه يقولها. حاليا البنات انا اللي كيقول دنيا خاصك تكري هذا، حاليا البنات كما قلت لكم انا راجلي على قد الحال، مره يخدم مره ما يخدمش. القناه كما الناس اللي كيعرفوا الحمد لله تواصلوا معايا قالوا لي دنيا كنعرفوا اللي كيتخلص بزاف د الفلوس، وكنعرفوا اللي ما كيتخلصش. ما تبقايش تشرحي للناس، حنا عارفين اش كاين.
فالمهم هذا ما كان البنات دعيو معايا في اسرع وقت، ما كرهتش انا شي دويره وكنستقر، عييت من هادشي كامل. ملي كنخرج وكنصفر لشي بلاصه كنفرح، وان فوا كنرجع صافي كنحس براسي بحال لا ما عاد غدا لشي سجن ولا شي حاجه. المهم البنات مع الدخله بحال هكا كما كتشوفوا بغيت نوريكم الدخله ديال هاد البلاصه هادي، لان كاين اللي غادي يبغي يعرفها. ما تدوش على اسرع البتر طاحت ليا في العوينه وضرتها رجليها. شوف الدخله كيفاش دايره، غادي بحالنا باي باي. حنا البنات غنمشيو دابا بحالنا، هذا هو المطعم اللي قلت لكم، واللي بغات شي حاجه راه تواصل معاهم. لا ما غاديش هنا، ها انتم البنات راه واحد الجو زوين، ودابا العشيه راجعين بحالتنا. اسراء اسراء غاده قتلك البرده اسراء ياكي. الكاميرا تهضر ونهضر معاكم انايا. ها انتم انا غادي البنات دابا بحالنا، بغيتش نوريكم لان راجلي كاين من النور ما كنبغيش نبينو. اسراء كيعجبك؟ ها ان شاء الله دابا غنخرج البنات، واقيلا حيت قبيله ملي دخلنا ما وريتكمش الدخله، حيت دابا هاد الدخله اللي شفتو دابا راه كاينه واحد الدخله عاوتاني في الاول كاع نوريها لكم. ها انتم هي شو كيفاش دايره الدخله، كاينه واحد الدخله لداخل ملي كن ياك دخلنا قبيله مع الدخله ديال الباب، كاينه واحد الدخله اخرى. المهم ما غاتفهموش شي حاجه، كاين لا بيسير، كاينه واحد المهم كاينه العاب بزاف د الحوايج. وهنايا كاينه واحد البلاصه غارقه ولكن كيعوموا فيها الناس، كيعوموا فيها الناس اللي دايرين الناس اللي كبار. ها هي الشيء اللي هي لان قال لك ما يمكنش تعمل فيها انتيا. شوفوا البنات واحد الجو واعر هنايا، ها زوجوا الصراحه. ها هي العوينه اللي كيعوموا فيها الدراري الكبار. راهي اجي تشوفي، اجي تشوف، شوفوا هنا البنات حجيرات مصبوغين وداك الشيء زويون. شوفوا هنا واحد المنظر، وريو ما اسراء. ها هي شتي واعر هنايا، واش كاين الطريق هنايا؟ ها انتم شوفوا هنا، شوفوا هنا البنات كيفاش داير. فنين زويونين هادو البنات، المعلات ديال الطين وداك الشيء، قصريات ديال الطين الشيء فنين، طويجنات كلشي كيتباع هنايا. هادو تاهما زوينين، وهادوك زوينين القليلات صغيورين راهم، ها صغيورين القليلات. غناخد وحده واقيله صافي البنات. هنا كيما شفتوا حنا صافي خارجين بحالنا دابا العشيه، هادي راه شي 8 دابا تقريبا ولا راه عشيه صافي العشيه. بداو كيسقيو جانا البنات الجريدات وداك الشيء، حيت اصلا البنات هاد التامده هادي اولا هاد المنتزه هذا كيزيان في العشيه، ولكن اللي بغى يتغدى راه كيجي في الصباح. كما حنا جينا في الصباح تغدينا تما ودوزنا وقيت ليه هو زويون. وهنا البنات كما قلت لكم اللي بغى يجي في العشيه كيكون واحد الجو اللي هو زوين، كيبداو يسقيو في الجريدات، كيحطوا لك الطبيلات. البنات كاين واحد القهوات فنين، غير ما صورتهمش لكم الصراحه لان كانوا باركون فيهم الناس وداك الشيء. راكم عارفين انكم عارفين عليا ديما كنحترم الخصوصيه ديال كل واحد، وكنصور راسي كنشارك حياتي انا، ما كنقدرش نوصل حتى شي واحد هكا ولا نصور شي واحد، حيت اول حاجه البنات هذه شي حاجه اللي ماشي من حقي، وثاني حاجه البنات كما كنقول لكم ديما انا كنتشاور ضروري، الا ما تشاورتش مع شي واحد فما كنجيش ندي يدي لشي حاجه ولا نجي نصور شي حاجه حتى كنتشاور. وهذا هو اللي بخليني انني غنجح، انا متاكده غننجح ان شاء الله في اليوتيوب. علاش؟ لان خايب انك ديما تبقاي ديري حاجه بلا ما تشاوري. ديما الواحد يبغي يدير شي حاجه ولا يبغي يصور شي حاجه يتشاور، راه كتكون بحلاوه هذيك ديك القضيه، كتكون زوينه وكتكون بحلاوتها. الخايبه هي تكوني كتصوري بتخزنه وهذا، فراه شويه صعيبه عليك وصعيبه على. المهم انا كنصيحه، كنصيحه للبنات الكل اللي غيديروا قنوات اولا اللي عندهم قنوات وكيصوروا بدون اذن، راه ما زويناش هذه القضيه. صافي البنات انا كما شفتوا غدا كانت واحد المنظر زوين بزاف، عتي راه واخا نبدا نشرح لكم هانتوما غتشوفوا بعينيكم، كاين بزاف د الحوايج اللي هما زوينين، واحد المناظر فنين، الخضوره غالبه تبارك الله ما شاء الله. دابا الالعاب هانتوما غتشوفوا الالعاب، بزاف 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 ديال الحوايج اللي زعما زوينين عجبوني في هاد البلاصه الصراحه الله. وان شاء الله البنات العام الجاي ان شاء الله نجي انا وبنتي ورجلي، علاش لا. هاد العام كما قلت لكم متبعه مشيت عندها مسكينه خنيفه، راهي اللي عضت عليا وكبرات بيا الله يكبر بيها. وشكرا كاع البنات اللي تلاقيت معاهم في خنيفره، وبزاف ديال البنات تلاقيت معاهم واللي تصوروا معايا، كنقول لكم شكرا بزاف على يخطيكم، فرحتوني بزاف بزاف، حسستوني بالفرحه والله بلي شاهد، فرحتوني بزاف بزاف. ما تتخيلوش البنات شحال الفرحه حسيت بها في هذيك اللحظه فين تلاقيت بكم كاملين. دنيا دنيا
بزاف والله العظيم. اللي غنعاود لكم وحده، واحد المتبعه كانت هازه راجله، كان هاز دلاحه ومعاهم بنتهم، عرفتي هو يشوفني ويقول لها هي اللي فرعنا بها راسنا، ها هي يلاه سيري عندها. عرفتي هي تجي عندي قالت لي دنيا اش كديري في هنايا في خنيفره، كنحماق عليك. قالت لي عمري كنت متخيله انا شنو غادي تجي هنايا على خنيفره. قالت لي كنقول دنيا عزيزه عليا شنو غادي نمشي عندها انا لكازا ولا هذا، ولكن قالت لك تلقاتني حداها تصدمات كما قلت لكم، البنات تصدمات بزاف. المهم بعدا غنشارك معكم هذه البلاصه. ها انتم مرحبا بكم في منتزه عيون تامدة. المهم هذا اللي بغات تجيه كل شيء حاجه، انا كنوريكم غير البلايص بحال هكا، كنشارك معكم البنات البلايص الزوينه بحال هكا اللي انا مشيت ليهم وعجبوني. وصراحه ما كنتش كنعرف البنات، شكرا بزاف متبعه لي وراتني، هي اللي وراتني هذه البلاصه ما كنتش عارفاها. المهم كنت بغيت نقول لكم مازال كما قلت لكم البنات بزاف ديال المتتبعات مساكن وانا اللي كنت علمتهم صراحه في الانستغرام. كتبت لهم الناس ديال خنيفره واش كاين شي ترحيب، اللي كيقول لي دنيا الانستغرام ديك شنو هو يوميه الدنيا، غتدخلوا غتكتبوا غير يوميه الدنيا غيطلع لكم الانستغرام، راه هو نفس اسم القناه. فملي كتبتها ما تخيلوش البنات ديك لابواط ديال الميساجات، ما تخيلوش انا بدات تصدمت والله العظيم البنات. الا كنقول نجيكم الصراحه الا تصدمت، كنقول انا عندي واحد المتتبعين ولكن ماشي هما كثار لديك الدرجه، ولكن ملي كتب ديك الناس ديال خنيفره واش كاين شي ترحيب، تخيل البنات ثلاثه السوايع رجعت كنقلب كنلقى واحد الغرق، مرحبا بك عندنا دنيا، جي عندنا دنيا للدار، مرحبا بك دنيا. زعما نقول لكم البنات شكرا لكم بزاف وشكرا على الحب ديالكم، ان شاء الله مره اخرى علاش لا. راه كيما كيقول لكم راه حب الناس راه نعمه. فرحت بزاف، عرفتي تخرب دوك الميساجات كلهم وريتهم الراجل، قلت شوف شحال ديال الناس مساكن بغاوني نجي عندهم ونبرك معاهم، ما عندهم لا قنوات لا حتى شي حاجه. هنا البنات واحد مول بطاطا كيبيع داك الفريت، راكم عارفين راه ما عارفش كيفاش كيتنطق، واش الفريت ولا شيبس، شيبس بحال هكا. خديت الاذن ديالو قال لي اختي صوري، مع العلم الصراحه والله راه زعما هما اللي كيربحوا هذو اللي كيدير دوك صحابات الاشهار اللي مثلا ما كيبغيكش تصور ليه المحل ديالو، هي مع العلم راه هو اللي عنده الربح، من غير انت راه هو اللي عنده الربح. ها انتم هنا البنات صراحه قال لي صوري خذي راحتك، عرف عندي قناه في اليوتيوب، قال لي الله ييسر لك الامور الله يعاونك اختي. فزعما كاين ولاد الناس والله، وتحيه الخاصه للناس خنيفره وتحيه للناس زاوية الشيخ الله يعمرها دار، لانها تلقاو معايا في زاوية الشيخ مساكن البنات وتصوروا معايا، وراه قال لي غنطاقيك في الانستغرام ان شاء الله. هنا صافي البنات كنتسناو هكا الكار باش نرجعوا لبحالنا، ماشي لكازا ولكن نرجعوا بحالنا ان شاء الله. وها نتوما هنا كنتسناو الكاريجي اسراء، لالا اسراء اللي كنقادلها كنقاد ليها في حويجها، ما تديوش البنات على الطريقه ديال التصوير، قبلوا عليا راه ماشي انا اللي كنصور داكشي، علاش انا ما شفتش ملي جيت كنمونت دابا لقيت الفيديو معوج، ولكن ماشي مشكل، اهم حاجه اني كنبان لكم، هذه هي اهم حاجه. شكرا لكم بزاف، وما تنساوش خصكم دنيا فاضله وصلتوا لهاد اللقطه في الفيديو، هودي دابا حبيبتي ديري واحد اللايك، ايها اختي واحد اللايك وكومونتير وبارطاجي هذا الفيديو، بالضبط هذا الفيديو بارطاجيه اختي لان فيه ما يتشاف وكيرد الروح في هذه الخضوريه اللي فيه. صافي هنا اخواتي كما شفتوا شديت الطريق بحال راجعين بحال قلت البنات من خنيفره زاوية الشيخ، راجعين دابا بحالنا بحال هكا، شدينا بحال هكا طاكسي، طاكسي بحال هكا، شدينا طاكسي بحال هكا. وفي نفس الوقت ملي كنت غادا قلت اجي نشد البنات هكا هاد المناظر، هاد المناظر الطبيعيه، واحد الجو اللي هو زوين. واخا البنات الصراحه راه كانت درجه الحراره 38 في زاوية الشيخ، 38 ما نعاودش لكم البنات الحراره ديال بصح، ما نعاودش لكم. صافي الهواء سخون، الهواء كيضرب سخون، تخيلوا داك الغربي اللي الواحد كيبغي التغربه باش يفوج وباش يشم هو زوين كيضرب سخون، ما نعاودش لكم اصحاباتي والله العظيم. فكنتمنى ان شاء الله ان الفيديو اليوم يعجبكم، وتنساوش خصكم دنيا من اللايكات ومن لي كومونتير كما قلت لكم. صافي هذا مكان، المهم كيما قلت لكم دوزت واحد النهار اللي هو زويون بزاف بزاف، عجبني الحال. اش غنقول لكم، راه سنين ما سافرتش البنات، راه والله حتى سنين ما سافرتش، وصراحه ما كتلقاي عند من تمشي، راه نجيكم الصراحه الصعيبه انك ما تلقايش عند من تمشي. واخا صراحه كيعرضوا عليا بزاف الناس، ولكن هذا ولكن ماشي شي عرضه اللي مثلا حقيقيه، واحد كيقول لك هضره وصافي، ولكن المهم هذا مكان. المهم اهم حاجه انني خرجت بدلت الجو، فوش انا واسراء، وهذا هي اهم حاجه. غادي نقول لكم صحباتي، غادي نقول لكم تهلاو في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.
كنحماق عليكم. الله يعطيكم النتو في خاطركم، الله يفرحكم، الله يرزقكم الذريه الصالحه. شكرا لكم بزاف على انكم واقفين في جنبي ديما، ماشي كنشكركم حقا باش تدوا لي اللايك ولا لا، واقفين في جنبي ديما وديما بالدعوات ديالكم. انا ربي ميسر ليا وربي واقف في جنبي بالدعوات ديالكم. انا بزاف د الحوايج كنقارن راسي شحال هذه كيف كنت وكيف وليت، ولو انني لبات من بعد ما رحلت من ديك البلاصه القديمه جيت البلاصه باش انني نرتاح، ولكن قدر الله وما شاء فعل عاودت عشت نفس المعاناه اللي كنت عايشه المره الاولى. ولكن الحمد لله اني كنقارن فين كنت وفين وليت، الحمد لله كاين واحد تحسوا ليه هو زويون ان شاء الله، وانا كنطمح انني نزيد لقدام وبفضل الله وبفضلكم. الى وقفتوا في جنبي البنات كثروا كثروا وزدوا دعموا اختكم دنيا. غنقول لكم شكرا بزاف، نتلاقاو غدا ان شاء الله بسلامه.